بص يا شباب، قبل ما ندخل على الهوكس لو تعالوا نتعرف بس ان الماتيريالز اللي عندي بنقسمها الى نوعين. في عندي حاجه اسمها سبرينجي ماتيريال وحاجه اسمها ليس سبرينجي ماتيريالز. سبرينجي ماتيريالز الماتيريالز ذات كان بي ستريتشد، اي حاجه بقدر اعملها ستريتشنج بان انا اجيب الاوبجكت بتاعي واعمل فورس على الاوبجكت بتاعي، فالاوبجكت بيحصل له ستريتش. Once ان الفورس دي is removed، الفورس اتشال فيحصل له compress او يرجع زي ما كان مره ثانيه. الماتيريال اللي بيحصل لها كده بنسميها springy material. يبقى springy material material that springs back when the applied force are removed. زي ايه؟ on kicking a football. يعني ايه؟ لما تيجي تخبط الفوتبول، فانت الفوتبول بيبقى الشكل بتاعها مثلا كده، اوكي؟ اللحظه اللي انت بتخبطها فيها، لو دي رجليك بقى كده، هي شكلها بيبقى كده. يعني في اللحظة دي بيحصل لها ايه؟ شكلها بيتغير للحظة. وانسى ان رجليك تشير رجليك على طول، شكلها بيرجع طبيعي مرة تانية. الماتيريال دي بنسميها سبرينج ماتيريال، زي مثلا الرابر. لو when you stretch the rubber, the material of rubber is stretched. When the force is removed, it returns back to the original length. طيب في عندي حاجة اسمها less springy material. يعني ايه less springy material؟ يعني material لما بحط عليها force بيحصل لها extension او stretching، لكن لما بشيل الفورس دي مش بترجع للشكل بتاعها مرة تانية. دي بنسميها less springy material. طيب انا عايزة اقول لك على حاجة. لو هفترض ان عندي ده اسمه spring، لو السبرينج دوت عملت له ستريتشنج، ستريتشنج يعني ايه؟ يعني شديته، فهيبقى كده عشان علقت فيه حاجه، اوكي؟ لو شلت الويت ده اسمه لود، لود او ويت، علقت فيه ويت او لود فحصل له ستريتشنج. if the load or weight is removed السبرينج بتاعك returns تاني to the original length. في الحاله دي بوصف السبرينج وقت ما هو بيحصل له ستريتشنج انه حصل له حاجه اسمها ديفورميشن. يعني ايه ديفورميشن؟ يعني تشوه. بس التشوه ده، الديفورميشن ده ليه نوعين. نوع اسمه إلاستيك ديفورميشن، ونوع تاني اسمه بلاستيك ديفورميشن. الإلاستيك ديفورميشن معناه إيه؟ معناه إن أنا لو شلت اللود السبرينج هيرجع للأصل بتاعه مرة تانية. طيب لو أنت جبت نفس السبرينج ده ورحت حطيت فيه عليه علقت فيه لود تقيل قوي، فتبص يحصل له ستريتشنج كده. ساعتها لو أنت شلت اللود السبرينج عمره ما هيرجع للطول الأصل بتاعه مرة تانية. مفهوم كده؟ ده اسمه إيه؟ المادة دي ساعتها دي بنسميها ايه؟ بلاستيك ديفورميشن. يعني ايه؟ يعني ساعتك لو شلت اللود هو خلاص بقى permanent deformation، تشوه تام بقى، مش هيرجع تاني للوضع اللي كان عليه. خلاص، هي دي الفكرة اللي اتبنى عليها هوكس لو. هوكس لو بمنتهى البساطة بيتكلم عن spring. This is a spring. السبرينج ده يا سيد لو علقنا فيه لود بيحصل له extension or stretching. خلي اللود يبقى دبل، الاكستنشن بيبقى دبل. زود اللود، كل ما اللود بيزيد كل ما الاكستنشن بيزيد، لغاية لما توصل للود معين يخلي السبرينج بتاعك permanently deformed. خلاص حتى لو شلت الويت ده هو عمره ما هيرجع للطول ده مرة تانية. لكن هنا لو شلت ده هو هيرجع للطول ده مرة تانية، لو شلت ده هيرجع للطول ده مرة تانية. طيب اللي عايزك تعرفه ان spring ده في الحالة دي ده بنسميه يارونا the original length. دي بنسميها original length، يعني ايه؟ الطول الأصلي للسبرينج without stretching. لما حطينا فيه لود فاللينث بتاعنا زاد. تعالوا نسمي اللينث بتاعنا الجديد، نسميه لهنا لهنا كده، هنسميه L. مش ممكن بس ايه
سهر الدنيا شوية، يبقى ال original list بتاع ال spring كده هنسميه ال note. When the spring is extend stretched, the new length هنسميه ال. مين الأطول، ال ولا ال note؟ ال ال طبعا، ال ال دي أطول بحتة صغيرة جدا. لو خدت horizontal line كده فلاقي الفرق بين ال ال وال ال note الحتة الصغيرة دي. الحتة الصغيرة دي بنسميها إيه؟ إحنا بنسميها دلتا إكس. يعني إيه دلتا إكس؟ يعني إكستنشن. دي دلتا إكس، دلتا إكس دي بنسميها إيه؟ بنسميها إكستنشن. يعني إيه إكستنشن؟ يعني الجزء الزيادة على الطول الأصلي. طب تعالى نقول مثلا الإكستنشن ده، مثلا الحتة الصغيرة دي طولها قد إيه؟ طولها مثلا يا أنطونيوس 1 سنتيمتر. اوكي، لما خليت اللود واللود دوت نقول ان هو مثلا ايه 2 جرام او 20 جرام، لما خليت اللود بتاعي او 20 نيوتن، لما خليت اللود بتاعي مثلا 40 نيوتن الدبل، هتلاقي الاكستنشن ده بقى دبل. الحته دي بعد ما كانت 1 سنتيمتر هتبقى كام؟ 2 سنتيمتر. والحته اللي فوق، الجزء اللي فوق ده هيبقى هو ده ال نود، يعني الجزء ده كده ال النوت، والحتة الصغيرة دي اسمها دلتا اكس. اللي فوق كلها ممكن ناخد كده من هنا لهنا ال نوت، ومن هنا لهنا دلتا اكس، وكل ده من هنا لهنا بنسميه ال. ده كله ال. الحته اللي فوق دي الطول الاصلي للسبرينج اللي هو ده النود، ودي حته الاكستنشن بنسميها دلتا اكس. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان اللينث كله ايكوال النود الطول الاصلي بلس الاكستنشن اللي هو دلتا اكس. ومعناه ايه كمان؟ معناه ان انا اقدر اقول يا رنا ان الدلتا اكس هي الفرق ما بين ال L نود وال L، يعني دلتا X equal إيه؟ L نود minus L، أو L minus L نود، عشان ال L هي الأكبر. L minus L نود، تمام كده؟ مين مش فاهم الجزئية دي؟ هوكس لو بقى بيقول إيه؟ بيقول لي الاكستنشن ده بيزيد لما اللود يزيد. طيب ماشي، ما احنا عارفين، بس هم بيزيدوا دايركت بروبورشنال. يعني ايه دايركت بروبورشنال؟ يعني لو اللود بقى دبل الاكستنشن هيبقى دبل، لو اللود بقى تريبل يعني هنا 20 هنا يبقى 60، فالاكستنشن هيبقى تريبل، هنا 1 سنتيمتر هنا يبقى 3 سنتيمتر. هوكس لو هو ريليشن ما بين اللود والاكستنشن بس، بيقول لك كل ما اللود يزيد الاكستنشن يزيد. يعني لود يزيد يبقى دبل، اكستنشن يبقى دبل. لو اللود قل بقى هاف، الاكستنشن يقل يبقى هاف. انا كده خلصت الجزئيه دي. مين مش فاهم اللي انا شرحته؟ رونا. انا فاهمه، بس اسال سؤال. اتفضلي. هي دي ال ماينس ايه؟ ال نود. اوكي. ال نود الاو الصغيره دي معناها اوريجينال، اوريجينال لينكس، الطول الأصلي. ماشي. اوكي. طيب. تعالى نشوف بقى في الحياة، في الحياة بقى هنجيب سبرينج. السبرينج بتاعنا لما يكون اللود زيرو، يعني أنا مش معلق حاجة في السبرينج، أدي السبرينج بتاعي أهو واللود بتاعي زيرو، يعني أنا مش معلق حاجة. اللينث كام؟ 24 سنتيمتر. ال 24 سنتيمتر دي تبقى مين؟ ال L ولا ال L نود؟ من فضلكم شويه نفتح المايك. ال نود. ال نود طبعا، برافو يا انطونيوس. دي ال نود، ده الطول الاصلي. هو ما فيش لود، مش معلق حاجه انا، فده الطول الاصلي بتاعها. حتى الاكستنشن بتاعي كام يا انطونيوس؟ زيرو. زيرو. طب
تعالى نحط ايه، نزود لود، هنحط لود قد ايه يا ريما؟ 1 نيوتن. اوكي، ال 1 نيوتن ده خلى اللينس كله كام؟ 24. جميل، يبقى اللينس زاد قد ايه؟ 0.6. ال 0.6 دي بنسميها ايه؟ اكستنشن. اوكي، يعني كده من الاخر كده ال L دي، هنا ال L نوت، هنا ال L كلها، الطول كله، دي الحته الصغيره اللي زادها دلتا اكس. طب وهنا 25.2 لما خليت اللود كام؟ 2 نيوتن. سيد، لما اللود بقى 2 نيوتن يا سيد، اه اللينس هيبقى كام؟ 25.2. طيب الاكستنشن هيبقى كام يا سيد؟ 1.8 ولا 1.2؟ اه 1.2 معلش. ما هو الاكستنشن عباره عن ايه؟ بتجيب الطول اللي معاك دلوقتي ماينس الطول الاصلي ال نود ده ماينس ده. اه تمام، يبقى 1.2. تمام، اخلي اللود 3 الاكستنشن يزيد. شايف كل مره اما تزود اللود ب 1 الاكستنشن يزيد بكام؟ ب 0.6. هنا 0 0.6 1.2 1.8 2.4 وهكذا. خلاص، يبقى نيجي بقى نرسم ريليشن ما بين ايه وما بين ايه، ما بين اللود اللي حضرتك بتحطه، اللود اللود يا اولاد اللي هي الفورس او الويت اللي انت بتعلقه، والاكستنشن. ادي 0 لما اللود كان 0 الاكستنشن كان 0، ما كانش فيه اكستنشن، 0 مع 0. لما اللود كان 1 الاكستنشن كان 0.6، ادي 1 مع 0.6. لما اللود كان 2 كان 1.2، ادي 2 وادي 1.2. لما اللود 3 كان 1.8، يعني هنا دي كده 1.8 وهكذا بقى. اوكي، تفضل العلاقه ستريت لاين لغايه نقطه معينه. عند النقطه دي الستريت لاين بتاعك بقى شكله بروكن لاين. لو شلت البوينت دي كده، شايف اللاين هنا؟ It is a broken line. إذا في هنا حاجة حصلت. أه طبعًا في حاجة حصلت. إيه حاجة حضرتك؟ حضرتك حطيت وزن تقيل بوظ لك السبرينج بتاعك. يعني إيه بوظ لك السبرينج بتاعك؟ يعني السبرينج بتاعك حصل له ستريتشن كده، فلما شلت اللود رجع، بس رجع لطول أطول من الأوريجينال لينس. يعني مثلًا دي ده الأوريجينال لينس بتاعك هو كده. لما حطيت قوة كبيرة قوي فحصل له ستريتشنج. شلت القوة الكبيرة رجع، بس ما رجعش زي ما كان في الأصل. ال 6 نيوتن دي هي دي الفورس اللي انت حطيتها فعملت ستريتشنج للسبرينج بشكل يخليه ما يرجعش للاوريجينال سبرينج الاوريجينال شيب او الاوريجينال لينث مره ثانيه. تمام؟ طيب اذا البوينت دي اللي احنا بنتكلم عليها دي بنسميها ليميت اوف بروبورشناليتي. يعني ايه؟ هما الاثنين دايركت بروبورشنال لبعض، هما اللود والاكستنشن دايركتلي بروبورشنال لبعض. كل ما اللود يزيد الاكستنشن تزيد لغايه لما اوصل للبوينت دي. عند البوينت دي بنسميها ايه احنا في الفيزكس؟ بنسميها ليميت اوف بروبورشناليتي. يعني ايه ليميت اوف بروبورشناليتي؟ يعني اخر نقطه نقدر نقول عليها فيها ان الويت او الويت يعني فورس يا شباب دايركتلي بروبورشنال مع الاكستنشن. دي اخر نقطه، بعد كده اللي هنا دوت نوت دايركتلي بروبورشنال، فده الليميت اوف بروبورشنال. دي اخر نقطه. طيب الجزء اللي قبل الليميت اوف بروبورشنال ده بنسميه ايه؟ بقول عليه ان هو اوبيز هوكس لو، يعني بيخضع لهوكس لو. طب هوكس لو بيقول ايه؟ بيقول ان كل ما اللود بتاعك يزيد الاكستنشن يزيد. يعني لو اللود بتاعك اللي هو الاف بقى دبل بقى 2f، فالاكستنشن الاكس هيبقى 2x. تمام يا ولاد؟ اللي مش فاهم يوقفني ويقول لي ميس انا مش فاهم. انطونيوس، ريما، رونا. تمام يا دكتور. تمام سيد. تمام. طيب طبعا هوكس لو ليه ماثيماتيكال فورمولا وليه كمان
statement جملة كده طرفها لي بيقول لي إيه؟ إن the extension of a spring is directly proportional to the applied force. Applied force اللي إحنا بنسميها load أو بنسميها weight. Provided that بشرط إيه هو بقى؟ إن ال limit of proportionality is not exceeded. ما تخطيش ال limit of proportionality. طول ما أنت قبل ال limit of proportionality هيفضل directly proportional to each other. أما لو ال limit of proportionality exceeded يبقى they will not be directly proportional to each other. طب الماثماتيكال فورمولا لهوكس لو، ما احنا قلنا كل ما الفورس بتزيد الاكستنشن بيزيد، يبقى دايركتلي بروبورشنال يعني ايكوال كونستانت. ده ده بيسموه هوكس لو. دي اللود اللي انت بتعلقه، ده الكي بنسميها سبرينجز كونستانت، ده بنسميه الاكس اللي هي الاكستنشن بتاعك. اوكي طيب ايه المهم هنا تعرفه؟ عندي اتنين جرافز انت لازم تخلي بالك منهم. ايه بقى التو جرافز دول؟ لو جه كده عمل لي جراف ريليشن ما بين حط لي هنا اللود والاكستنشن. طيب يا رونا، لو اللود يا رونا لو اللود بتاعي كان زيرو يبقى الاكستنشن ايكوال ايه يا رونا؟ ايكوال زيرو ولا رقم اكبر من الزيرو؟ ايه دكتور معلش رقم لود ايكوال زيرو. قولي حضرتك تاني. لو اللود ايكوال زيرو، if the load equal to zero الاكستنشن هيبقى ايه؟ زيرو. برافو عليك. طيب بعد كده اللاين بتاعك هي شكله هيتغير، مش هيبقى ستريت لاين، هياخد شكل كيرف بقى، يطلع كده زي الشكل اللي انت شايفه هنا. طيب افرض يا رونا لو انا قلت لك ارسمي علاقه ما بين اللينس واللود. معلش تعالوا نعمل هنا كده. اللينس واللود يعني هكتب لك هنا اكستنشن وهنا لود، وهكتب لك هنا لينث وهنا لود. العلاقة دي هستخدمها دلوقتي حالا، بنرسمها كده لما يكون اللود الاكستنشن بزيرو واللود بزيرو، فبلاقي الريليشن ستارت فروم زيرو. لكن لما اعمل ريليشن بتوين لينث اند لود، لينث دي اللي هو ايه؟ اللينث بقصد بيها ان السبرينج بتاعي اهو وانا علقت فيه لود اهو، فاللينس بتاع السبرينج كله يا سيد كله بنسميه L. يعني اللينس من اول هنا لغايه هنا بنسميه ايه؟ L. فالL دي هي الL دي كل السبرينج. انت بتعمل علاقه ما بين اللود وكل السبرينج. تفتكر لما اجي ارسم اللاين هنا هرسم من زيرو ولا نقطه ثانيه غير الزيرو؟ نقطه ثانيه. ليه؟ علشان ده اللود الاول ولا لا؟ انت تسال نفسك سؤال، لو انا شلت اللود السبرينج هيبقى طوله كام؟ هيبقى طوله ال نوت، صح؟ اه تمام. طول الاصلي يعني لو اللود بتاعي ايكوال زيرو، اللود ايكوال زيرو يبقى الاكس يبقى الاكستنشن ايكوال زيرو، وطول السبرينج كله هو الطول الاصلي، صح؟ اه. عشان كده الطول الكلي هيبدا الطول الاصلي، فهتلاقيه يبدا من هنا. ليه؟ عشان النقطه دي هي الطول الاصلي للسبرينج، دي ال نوت. ليه؟ لما اللود ايكوال زيرو طول السبرينج هو الطول الاصلي. طب ايه الفرق بين الجراف ده والجراف ده؟ ده ريليشن ما بين اللود والاكستنشن اللي هي الحته الصغيره، الاكستنشن اللي هي ايه؟ الفرق ما بين الطول الاصلي والطول بالاكس باللود اللي هي الحته الصغيره اللي هي دي دلتا اكس. العلاقه بين الاكستنشن واللود بتبقى دايركتلي بروبورشنال ستارت فروم زيرو. اما العلاقه بين اللينس واللود فهي بتبدا من بوينت على الواي اكسس. البوينت دي تمثل الاوريجينال لينس. ليه؟ لان انت لما اللود كان زيرو
السبرينج طوله هو الطول الاصلي تمام. لما اللود مثلا بقى 1 فالسبرينج كله بقى طوله مثلا هنا مثلا لو الطول الاصلي ده مثلا كان 15 نقول ان هو كان طوله هنا 20. لو حطيت مثلا بعد لود 2 فانت هتلاقي ان السبرينج بتاعك الطول بتاعه مثلا ايه 25. خلاص ده معناه ايه بقى؟ ده معناه ان انت لو اللود زيرو الطول الاصلي الطول السبرينج كله هيبقى الطول الاصلي، زود اللود الطول هيزيد بتاع السبرينج. اوكي مين مش فاهم الجزئيه دي؟ كله تمام يا ولاد؟ تمام ايوه. طيب تعالى بقى اقول لك على حاجه. الحاجه اللي احنا خدناها زمان ان انا لما ارسم جراف لازم ارسم سلوب، لازم اعرف الجريدينت بتاعه. ادي الجراف بتاعي، لو رسمت لك كده اطلع هنا ثانيه واحده يا ولاد معلش. لو رسمت لك هنا extension اللي هي ال extension وهنا مين اللود، ورسمنا ال straight line بتاعي اللي هو ده، ال gradient equal ايه؟ ال gradient دايما بنجيبه ازاي يا ولاد؟ بنعمل ايه over ايه؟ total distance over total time. Total distance over total time لما بكون بتكلم عن speed، لكن ده جدًا دايما بنجيب ايه؟ y over x. اه اوكي. مين ال y هنا؟ extension وال x بتاعتك اللود، لود يعني weight يعني force. ال extension over force يدينا ايه؟ انت عندك ال f هي هنا كده ال force equal kx. انا عايز اجيب x over f. ما اكستنشن يعني اكس، والجريدينت يعني اكستنشن. فلما نقول اف بتاعتك يعني عايز اعرف هنا عايز اكس اوفر اف، يعني هنا اعمل هنا ديفايد اف وهنا ايكوال ديفايد اف، يبقى اكس اوفر اف ايكوال ايه؟ اكس اوفر اف تايمز كي ايكوال تو 1، يبقى الاكس ديفايدد اف كلها ده كله ايكوال ايه؟ ايكوال 1 اوفر كي او ديفايدد كي. تمام؟ يبقى ال f over x ده 1 divided k أو 1 over k. خلاص يا ولاد؟ ما فهمتش قوي مش هعمل ايه. بصي ال gradient دايما بنشوف مين على ال y ونعمله divide ال x. فلما أقول لك ال f over x equal a أو سوري ال x over f equal a هي equal 1 over k. مش احنا خدنا يا رونا إن ال f equal kx؟ أيوه. بس كده هو من الايكويشن دي ممكن اكتبها بشكل تاني. ماشي. F equal KX. ممكن اكتب الايكويشن دي بشكل تاني؟ اه ممكن اكتبها بشكل تاني. ايه هي؟ اعملي ديفايد F في الناحيتين. هنا ديفايد F وهنا ديفايد F. F ديفايد F equal كام؟ 1 صح؟ 1 طيب وادي الكي اهي. والاكس اوفر اف اهي. مين الاكس اوفر اف دي اللي هي مين هنا؟ الجريدينت. الجريدينت. فيبقى الاكس اوفر اف ايكوال ايه بقى؟ 1 اوفر كي. فلما نيجي هنا نحسب الجريدينت، ازاي نحسب الجريدينت يا ميس؟ ناخد 2 بوينتس على اللاين زي ما خدناها قبل كده، بوينت 1 بوينت 2 فاكرين؟ ايوه. نجيب دي هتبقى واي 1 ودي تبقى ايه؟ x1 دي ناخدها ايه؟ x2 وهنا ايه؟ y2 والجريدينت بتاعي يبقى y2 y2 minus y1 over x2 minus x1 فهيدينا ايه؟ الناتج ده كله هيكون بـ equal 1 over k. طيب مين الـ k ده بقى؟ الكي ده بيسموه سبرينجز كونستانت.
spring is constant. يعني ايه spring constant؟ رقم كده لما بنشتري السبرينج بيبقى مكتوب عليه الكي بتاعته equal كذا. رقم ثابت خاص بالسبرينج ده. يعني كل سبرينج ليه الكونستانت بتاعه. ليه بقى؟ عشان السبرينج كونستانت ليه علاقة بالماتيريال اللي مصنوع منها السبرينج. وليه علاقة كمان بالديامتر بتاع السيركلز بتاعت السبرينج. السبرينج بيبقى سيركلز كده. كل واحدة ليه ديامتر. خلاص؟ دي كمان علاقة بالثيكنس بتاع الواير. المهم ان احنا بنسميه ستيفنس. اوكي؟ طب السبرينج كونستانت لو قلت لك كده ان الاف بتاعتنا ايكوال كي اكس. الكي من الايكويجن دي ايكوال ايه؟ اف اوفر اكس. صح كده؟ ايوه. اليونت بتاعت الكي هتبقى ايه؟ تبقى نيوتن ديفايد متر. نيوتن ديفايد متر بكتبها كده نيوتن بير متر. يبقى السبرينج كونستانت اليونت بتاعته نيوتن بير متر. طيب حضرتك هترسم ريليشن ما بين الاكستنشن واللود. بص يا رونا في الامتحان ساعات يجيب لك ايه؟ بص عشان ده بيلخبط الناس كلها. ساعات يجيب لي جراف كده. يجيب لي جراف يخلي لي هنا الاكستنشن ويخلي لي هنا اللود. وجراف تاني يخلي لك هنا اللود وهنا الاكستنشن. اوكي؟ فالاكستنشن بتاعك ده اللي هو الاكس واللود بتاعك اللي هو الاف. فانت تعرفي الجريدينت بتاعي. الجريدينت هنا ايكوال ايه؟ وارسم لك طبعا الستريت لاين كده. الجريدينت ايكوال ايه؟ هنا y اوفر x. y يعني ال y بتاعنا اللي هو الاكستنشن اوفر فورس. اوفر فورس سوري. اكستنشن اوفر فورس. اكستنشن اوفر فورس يعني ايه؟ يعني 1 اوفر k. وساعات يعكس يخلي اللود هنا والاكستنشن هنا. فساعتها الجريدينت بتاعي يبقى ايكوال ايه؟ ال f اوفر x. برافو عليك يا رنا. الاف اوفر اكس. الاف اوفر اكس اللي هي الكي نفسها سبرينج كونستانت نفسها. يبقى انا لو رسمت الريليشن دي وجبت العلاقه بتاعتها فالعلاقه بتاعتها ايكوال الجريدينت بتاعها ايكوال كي لو حطيت اللود هنا والاكستنشن هنا. لكن لو عكست اللود مكان الاكستنشن يبقى الجريدينت ايكوال 1 اوفر كي. تمام؟ خلي بالك قوي قوي مين على الواي ومين على الاكس. دي حاجه. تاني حاجه بيلعب فيها في الاسئله ان هو ما يجيبلكش ريليشن ستارتر فروم زيرو. امال يجيب لك ريليشن منين؟ من بعد الزيرو من هنا. يبقى انت لازم تفهم ان اللي هنا اوعى تكتب له اكستنشن. ليه؟ لان الاكستنشن لازم يبدا منين؟ لازم يبدا من الزيرو. لازم يبدا كده. فاهمين؟ امال هو ايه؟ هنا بحط اللينس مش الاكستنشن. حط هنا لينس وهنا لود. تمام؟ طب لو عكس. تمام. لو عكس لود ولينس يعني لو جاب اللود هنا واللينس هنا يرسم اللاين ازاي؟ من هنا. يعني اهم حاجه ان اللينس بتاعي ما يساويش زيرو يبدا من هنا. نفس الكلام اللينس بتاعي ما يساويش زيرو يبدا من هنا. وتبقى الحته دي الاوريجينال لينس وتبقى الحته دي النقطه دي يعني هي الاوريجينال لينس تو الاصلي سبرينج. تمام؟ ماشي. هل؟ طبعا بس هقول حاجه بس كده. الجزء الستريت لاين في الاول دوت اللي احنا بنسميه elastic region او elastic deformation بنكتب عليه اللي هو بيكون obeys بيحترم او بيخضع سوري اوبيس هوكس لو. يعني هوكس لو ما ينفعش اطبقه على الجزء ده. امال بطبقه فين؟ بطبقه هنا قبل مين؟ قبل البربورشناليتي ليميت ما اوصله. قبل اخر قوه ممكن تحطها فبوظ لك السبرينج. قبلها ده بيخضع الهوكس لو. لكن يجي يسالك سؤال هل هوكس لو ينفع اطبقه هنا؟ لا ما ينفعش. ليه؟ عشان السبرينج بتاعك خلاص باظ. يعني اصبح permanently deformed.
ده بنسميه ايه؟ بنسميه بلاستيك ديفورميشن. يبقى البلاستيك ديفورميشن ده ما ينفعش احط فيه هوكس لو، اما الالاستيك ديفورميشن بيطبق عليه هوكس لو. انطونيوس، ريما، يا شباب تمام فاهم؟ سيد ايوه تمام تمام. يلا نشوف questions بقى. يلا نحل الكويشن ده كده. بيقول لي هنا ايه؟ A spring has constant K، ال K بتاعتنا equal 20 نيوتن بير سنتيمتر. What load is needed to produce an extension of 2.5 سنتيمتر؟ ال extension بتاعك equal كام؟ 2.5 سنتيمتر. يبقى اللود بتاعي equal ايه؟ نعمل 20 times ال 2.5 load equal ال F equal KX، فيبقى 20 times 2.5 تطلع بكام؟ 50. That's 50 نيوتن. اللود هو force والميجرنج يونت بتاعته هي نيوتن. تمام؟ يلا هديكوا أسئلة بسرعة. يلا بسرعة كده، عايزة أعرف الـ empty space ده فيه إيه؟ An experiment is carried out to measure the extension of a rubber band for different loads. The resultant are shown below. The load will length per centimeter with extension in centimeter. بص لما load equal zero, the extension zero, the length الأصلي كام؟ دي تبقى إيه؟ دي تبقى إيه أنطونيوس؟ 15.2. اسمها إيه؟ اللي هي مين؟ الـ original length، الـ L note. يا ولاد لما يكون الـ extension بزيرو واللود بزيرو يبقى الطول اللي عندك ده هو الطول الأصلي للسبرينج original length. تمام كده؟ تمام ماشي. طيب حطينا عليه لود 1 نيوتن، فالـ extension أصبح 16.2، وبعد كده الـ extension سوري length كله أصبح 16.2 والـ extension 1 سنتيمتر. طب تعالى لي بعد كده بقى لما اللود أصبح 2 اللينس هيبقى كام؟ والاكستنشن مديهولك 2.1، يبقى اكتب هنا كام؟ 17.3. برافو عليك يا سيد. سيد قال لي 17.3. طب ليه؟ عشان الطول بتاع السبرينج كله ال L كلها هي الطول الاصلي للسبرينج زائد الاكستنشن، صح؟ ايوه. طيب هو الاكستنشن كام؟ 2.1، والطول الاصلي كام؟ 15.2. هقول ده بلس ده هيطلع لك كام؟ 17.3. صعبه؟ لا. تمام. يلا بقى تحل وتبعت لي على الواتساب او على الجروب هنا. يلا. The extension load graph for a spring is shown. The unstretched length of the spring is 17 centimeters. Add the extension and add the load. When an object is hung from the spring, لما علقنا الجسم في السبرينج، اللينث بتاع السبرينج ركز الايه؟ اللينث of the spring وهو متعلق في اللود ها؟ بقى كام؟ 19.2 سنتيمتر. What is the weight of the object؟ يبقى الاوبجكت ده الويت بتاعه كام؟ الاف يعني الويت اللي هو اللود. يقول لك الاوريجينال لينس ال نوت بتاعك بكام؟ ب 17 سنتيمتر، ده طول السبرينج من غير ما اعمل له اكستنشن، خلاص؟ والطول بعد الاكستنشن 19 يعني ال بتاعتك بكام؟ 19.2. يبقى الاكستنشن بكام؟ ده ليها طريقه ثانيه سهله جدا، الاكستنشن بكام؟ بده ماينس ده، مش الاكستنشن الفرق بين الطول الاصلي والطول بعد ما احط اللود؟ ايوه. يبقى 19.2 minus 17 يطلع كام؟ 2.2. اجي على الجراف وادور ال 2.2 الاكستنشن اللي هو 2.2، فين الاكستنشن اهو؟ دور لي على 2.2 في الاكستنشن اللي هي ده، شوف الكورسبوندنج لود دي كام؟ يعني شوف اللود بتاع 2.2 هيبقى كام؟ تعالى لي كده مثلا امشي لي كده اهو، هيقطع الخط ده في بوينت، هتروح نازل عند البوينت دي كده تطلع كام؟
3 بالظبط، يبقى 3. احنا بس ما انا كنت فاكره السؤال كده خلاص، هو مديك فوق الاوريجينال لينس، يبقى اداك الاوريجينال لينس طول اصلي واداك اللينس بعد ما حصل اكستنشن. فتجيب الفرق ما بينهم يا رونا، يبقى جبنا الاكستنشن. تعالي على الجراف دوري على الاكستنشن ده وشوفي الكورسبوندنج لود ليها كام، تطلع لك الانسر اللي هو عايزها. ماشي اوكي. طيب كويستشن تاني. طيب two metal blocks P and Q have identical dimensions. They hang on identical springs balance. Two different loads، واحد P وواحد Q. What can be deduced from P and Q؟ نستنتج ايه من ال P و Q؟ خلي بالك الاثنين ليهم نفس ال dimension و two identical springs. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ بيقول لك they have different volumes and different weight. هل هم ليهم different volumes and different weight؟ لا لا لا. هم ال volume واضح جدا ان ال volume ده قد ال volume ده، تمام؟ هتبقى دي، هتبقى دي they have equal volumes but different masses. برافو عليك. هي في الحقيقة equal volume و different weight، وال weight بيختلف لما الماس بتختلف. عشان الويت يا رونا، فاكرة الويت ايكوال ايه يا رونا؟ ايكوال ال M تايم جي. برافو عليك، ال M جي. فلو الماس بقت كبيرة الويت هيبقى كبير، لو الماس بقت قليلة الويت هيبقى قليل. ماشي. يلا، أول ما تلاقي سبرينج بالمنظر دوت مش بادئ من الزيرو، يبقى النقطة دي هي إيه؟ البوينت دي تبقى إيه؟ بوينت دي. لا اكستنشن يا راجل، اوريجينال لينس. برافو عليك يا انطونيوس، اوريجينال لينس على طول، لانه هو لو بادئ من الزيرو خلاص يبقى علاقه دي اكستنشن، لكن هو مش بادئ من الزيرو. لما يكون مش بادئ من الزيرو تفهم حاجتين، الحاجه الاولى ان النقطه دي هي الاوريجينال لينس، الحاجه الثانيه ان الحاجه اللي موجوده على الواي اكسس اللينس نوت ذا اكستنشن. لو حاطط هنا اكستنشن لازم يبدا منين يا رونا؟ من الزيرو، لازم يبدا من الزيرو. وكان هو مش حاطط اكستنشن عشان كده هو مش بادئ من الزيرو. ماشي. طيب قبل ما اشوف السؤال عايز ايه، استغل المعلومه اللي انا فهمتها دلوقتي. الاوريجينال لينس هيبقى كام هنا؟ 5. يبقى ال نوت بتاعتي بكام؟ ب 5. طيب تعالى نشوف السؤال بيقول ايه. What is the extension of the spring لما اللود يبقى كام؟ 20 نيوتن is applied. حلو، لما اللود يبقى 20 نيوتن الاكستنشن هيبقى كام؟ والله لما اللود يبقى 20 نيوتن السبرينج كله هيبقى طوله كام؟ السبرينج كله على بعضه هيبقى طوله كام؟ 8. لما بحط لود هنا طوله او الفاليو بتاعت ده 20 نيوتن، فالسبرينج كله طوله من اول هنا لغايه هنا هيبقى طوله 8 سنتيمتر. طيب امال الطول الاصلي بتاعه كان كام؟ كان 5. هو بيسالنا على ايه؟ على extension. طب extension equal ايه؟ الفرق ما بين الطول الاصلي والطول الموجود دلوقتي. الطول الموجود دلوقتي 8 minus كام؟ 5. يبقى كام؟ 3. هتبقى الانسر A. مين مش فاهمها؟ عيدها تاني؟ ماشي. مين اللي عايز نعيدها تاني؟ سيد؟ انا انطونيوس. ماشي أنطونيوس، تعيدها تاني أنطونيوس. بص يا أنطونيوس، لما يبدأ السبرينج بتاعك start from a point not zero، يبقى دي زي ما أنت قلت ده الأوريجينال إيه؟ لينس، تمام؟ هو بيقول لك what is the extension؟ الإكستنشن هي الحتة الصغيرة الزيادة دي بتاعت السبرينج لما اللود يبقى كام؟ 20. طيب هو لما اللود يبقى 20 الكورسبوندينج لينس الطول السبرينج هيبقى كام؟ طوله كله هتبقى كام؟ 8. 8 ومتعلق فيه كام؟ 20. 20 ال 8 دول هشيل منهم كام؟ الطول الاصلي عشان اعرف الاكستنشن ازاي. بص يا انطونيوس،
ده كده ده السبرينج الاصلي. اوكي. وده الطول كله. لما حطيت الويت كان الطول كله كام؟ 8. والطول الاصلي احنا جبناه بكام؟ ب 5. طب الاكستنشن اللي هي الحته الزياده، الفرق ما بين ده وما بين ده، اللي هي الحته الزياده اللي تحت من هنا لغايه هنا قد ايه؟ 3. هتبقى ايه؟ 3 بالظبط كده. بس هو بيسالك على الاكستنشن قد ايه؟ خلاص. فانت تركز اي في اللي هو بيكتبه. كلمه لينس يعني طوله كله مع اللود. كلمه اوريجينال لينس يعني طول من غير اي لود، مفيش اكستنشن ومفيش لود. وعندي اكستنشن اللي هو الفرق ما بين الطول بعد ما بحط اللود والطول الاصلي. اوكي. يلا بقى حلوا لوحدكم فعلا. question 5 حلوا لوحدكم يا ولاد. وان باي وان كده. رونا ايوه افتح المايك خليكي معايا. رونا رونا انا عندي رسمتين يا رونا. قولي لي يا رونا يعني ايه ال نوت؟ يعني original length. ويعني ايه ال الاكستنشن؟ لا الاكس هي الاكستنشن. الاكس هي اكستنشن تمام كده. والال نود هي اوريجينال لينس. والال هي الطول كله. الطول كله يعني ايه؟ يعني ماشي. يعني هرسم لك يعني كده كده ده السبرينج الاصلي وده السبرينج وانا حاطط فيه اللود. الطول ده كله كام يا رونا؟ ال تمام. رونا لو سمحتي ما تقفيش المايك. والطول ده كام؟ كام؟ ماشي. الطول ده كام؟ ده ال ال نود. ركزي يا رونا ده الطول الاصلي عشان ما فيش لود. انا مش حاطط هنا، انا هنا مش حاطط حاجه. ماشي. يبقى ده اسمه ايه؟ ال نود. ده الاوريجينال لينس. وده الطول كله بعد ما حطيت اللود. يبقى الاكستنشن بيساوي ايه؟ الاكستنشن هو ايه بقى؟ اجيب الطول الكبير ده ماينس الطول الصغير ده. الاكستنشن هو الفرق، الحته الفرق اللي هي من اول هنا لغايه هنا. ده الاكس. يبقى الاكس بس ايكوال ايه؟ ايكوال ال ماينس ال نوت. ال ماينس ال نوت. ماشي يا رونا؟ تقفيش المايك يا رونا. ماشي. خليكي معايا. خليكي معايا. نكمل يا رونا. لما اجي يا رونا احط ريليشن ما بين اكستنشن وويت. لما الويت يبقى زيرو الاكستنشن بيبقى كام يا رونا؟ الويت زيرو اهو. انا هنا مش حاطط حاجه. سبرينج اهو. انا هنا مش حاطط حاجه. الويت ايكوال كام؟ الويت اللي هو الفورس اللي هو الاف ايكوال كام يا رونا؟ زيرو. زيرو. هل في اكستنشن يا رونا؟ لا. يبقى الاكستنشن بكام؟ زيرو. زيرو. يبقى هاخد النقطة الويت فيها بزيرو والاكستنشن بزيرو. يبقى اللاين بتاعي لازم النقطة زيرو وزيرو. يبقى أنا لما أجي أرسم الريليشن واللاين بتاعي يبدأ من الزيرو يبقى لازم هنا وهنا، هنا اللود اللي هو الفورس يعني وهنا الاكستنشن. عشان لما الفورس تبقى زيرو الاكستنشن بزيرو فلازم يبدأ من هنا. زيرو مع زيرو. تمام كده؟ تمام. طيب تعالي بقى حاجة تانية. أنا هجيب علاقة ما بين آدي السبرينج الأصلي أهو. معلش لحظة. وآدي السبرينج بعد ما حطيت فيه لود هيبقى كده. خلاص؟ وهنا هزود اللود شوية هيبقى كده. تمام؟ ونعمل إيه يا رونا؟ هناخد خط كده. الدس المسافة من هنا لهنا هتبقى كام؟ والمسافة من هنا لهنا هتبقى كام؟ يلا أول واحدة دي هتبقى اسمها إيه؟ دي اللود. النود. لأن مفيش لود. دي ال نود الطول الأصلي. طب والتانية؟ الطول كله بنسميها إيه؟ أيوه برافو عليك هنسميها ال. والحته الصغيره اللي هي دي
من هنا لهنا هنسميها ايه؟ x x دي الاكستنشن تمام؟ دي الاكستنشن x اوكي؟ طيب لما باجي ارسم علاقة ما بين اللود واللنس واللنس كله على بعضه ادي اللود واللنس لما اللود زيرو اللنس بقى اسمه ايه؟ هل اللنس زيرو؟ ايوه لا اللنس مش زيرو الاكستنشن هو اللي زيرو الاكستنشن الحته اللي تحت لكن اللنس كله من اول هنا لغايه هنا ماشي يبقى اللود بزيرو الاكستنشن بكام؟ زيرو لا سوري اللود بزيرو والاكستنشن بزيرو طب اللنس مش بزيرو لا اللنس اللنس ده الطول اللي عندك بكام؟ مش عارفة ليه مش عارفة؟ ما اسم اوريجينال لنس اهو ماشي اوكي يبقى اسم ما تقوليش مش عارفة بقى انا افتكرت ارقام يعني مش لا انا مش عايزة ارقام احنا عايزين نرسم على ريليشن فلو اللود بتاعي زيرو يبقى الاكستنشن زيرو والطول الكل اللي عندي هو طول السبرينج الاصلي خلاص اوكي يبقى لما اللود ايكوال زيرو هل ينفع ابدا اللاين من زيرو هل اللينس كله بزيرو لا اللينس كله هو الطول الاصلي فهبدا من نقطه اعلى من الزيرو ماشي هبدا اللاين ازاي ابدا اللاين كده فلما يديكي علاقه ستارت فروم زيرو يبقى اعرف ان هنا اكستنشن اوكي ستارت من النقطه اعلى من زيرو يبقى هنا ايه لينس هو هنا بيديك ريليشن كده بيقول لك نكتب ايه على الواي اكسس والله المفروض نكتب اكستنشن بس هو هنا مش جايب اكستنشن مين في دول معناها او يديني الاكستنشن دي بالظبط الفرق ما بين الميجرد لينس والاوريجينال لينس ال ال كلها معناها ال ال نود يدينا الاكستنشن ماشي اوكي ممكن يجيب لك في امتحان سؤال تاني شبه ده بالظبط شبهه بالظبط كل الفرق انه هيبدا الريليشن من هنا وهيكتب لك هنا كلمه ايه لود هيقول لك نكتب ايه هنا نكتب لينث نكتب لينث ليه انه مش بادئ من زيرو لو بادئ من زيرو يبقى هنا مين اكستنشن اكستنشن انطونيوس حضرتك ها وصلت الفكره وصلت طيب في حد يا جماعه محتاج عيد تاني لا تمام ريما تمام خلاص يلا السؤال اللي جاي لو سمحتوا حلوا لوحديكم بقى عشان ايه هنا مدينا ايه بقى ركز بقى object with different masses are hung on a spring the diagram shows how much the spring stretch طيب بص كده على الدايجرام ده ده ايه ده original length برافو عليكم ده الطول الاصلي من غير لود طيب ولما حطيت في ده علقت 100 جرام الاكستنشن بقى كام 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر سوري الطول كله مش اكستنشن اسفه الطول كله اصبح كام 20 20 سنتيمتر يعني الاكستنشن كام هنا يا شباب هو كله 20 الطول الاصلي كام 10 10 يبقى الاكستنشن هنا كام 10 10 يبقى الاكستنشن بتاع الحته دي بس 10 سنتيمتر اوكي طب وهنا الاكستنشن هنا هيبقى كام الحته دي كلها تبقى كام 20 20 اه الاكستنشن هنا 20 سنتيمتر يبقى الماس دي كام 200 برافو عليك الماس 200 ليه لان احنا كنا قلنا لما الويت بيكون دبل الاكستنشن بيكون دبل وادي الاكستنشن هنا كان 10 واصبح 20 يبقى الماس او الويت بتاعك لازم هو كمان ايه دبل ايوه ماشي يبقى كام هنا 20 200 جرام 200 الماس اللي هنا 200 جرام مفهومه كده ايوه ايوه طيب يلا ده هنا في ايه هاي انطونيوس
هنا ايه يا انطونيوس؟ لود. ويت او لود. وهنا نكتب ايه يا انطونيوس لما يبدأ من زيرو؟ اكستنشن. جميل، دور لي هنا بقى على اكستنشن. مين فيهم اكستنشن؟ سي. برافو عليك. اوكي يلا، سبرينج وبيز هوكس لو، مين في دول عبارة عن سبرينج وبيز هوكس لو؟ A ولا B ولا C ولا D؟ D. A. ازاي D يا سيد؟ احنا قلنا يا سيد العلاقة بينهم دايركت بروبورشنال، فبيمشي كده لاين وبعد كده لاين بيحصل له كده او كده او وات ايفر برف اي اتجاه، فدايركت بروبورشنال لازم يبقى ستريت لاين. تمام تمام. ناخد سؤال من، شوف لكم بس سؤال كده من بيبر 4. شوف بس موجود في اني فايل كده واحده. طيب بدنا نحل الكويشن ده. A student investigated the stretching of a spring by hanging various weight from it and measuring the corresponding extension. The result shown below as below. ولد بيعمل مش عارف ايه اللي حصل، بيعمل experiment وبيجيب السبرينج وبيكتب النتائج. ازاي عمل ايه يعني؟ لما حط، لما كان اللود زيرو كان الاكستنشن زيرو، لما كان 1 كان الاكستنشن كام؟ 21. لو كان 2 كان الاكستنشن 40، لما كان 3 كان 51، لما كان 4 بقى كذا وهكذا. طيب نعمل ايه بقى؟ اول سؤال بيقول لك ايه؟ plot the points from this result. do not draw a line through the points yet. ما ترسمش اللاين، بس حط الدوتس بس. اوكي؟ فانا هبعت لكم الارقام عشان حد يملها لنا، هبعتها لكم على الجروب دلوقتي. يلا يا ريما ملينا الارقام يا ريما. انا بعتت على الجروب الارقام. ثانية يا ريما بس، انا هعمل طبعا زوم اوت عشان الرسمة تكفي كده اهوت. ماشي، الزيرو زيرو ادي الفيرست بوينت، وبعدين يا ريما البوينت بعد الزيرو زيرو يا ريما. وان وان في اللود، ها ده اللود 1 في اللود في الاكستنشن بتاعها 21. بص يا جماعه التيبل اهوت، انا هكتبه فين اهو، انا هكتب التيبل عشان تعرف احنا بنرسم ازاي. اوكي، فانت عندك هنا اللود وهنا الاكستنشن، فاللود ادي 0 0 1 21 2 40، بعد كده عندي 3 51 51، بعد كده في عندي 4 82، اخر حاجه 5 1 103. يلا نرسم البوينت دي، ادي 0 0 1 مع 21، يعني 21 دي هتبقى فين؟ معلش عشان انا ما بشوفش، ارسمها كده يعني ممكن تبقى كده مظبوطة. لا لا خلي بالك، اصل انت عندك من هنا لهنا 40 20، فانت عندك مثلا لغاية هنا 30، يعني فهمة؟ كل بلوك ب2 بيبقى بالظبط كده، كل بلوك صغير ب2، فانت عندك 21، ف
فانت هتخلي ده كده نص البلوك بعد ال 20 زي كده لغايه ال 20 بعد كده هاف بلوك، يبقى البوينت بتاعتك الاولى اول بوينت هتبقى هنا. اوكي بعد كده 2 مع 40 2 مع 40 هطلع كده عشان اشوف ال 40 فين بقى انا عشان الرسم يبقى صح كده. فانا 2 مع 40 فالبوينت بتاعتي هنا ماشي، فانا هشيل طبعا دول. بعد كده 3 مع 51 ادي 3 وادي ال 50 هتبقى هنا و 51 هتبقى كده، فادي ال 51 راح شايله دول. بعد كده 4 مع 82 اللي هي دي هتبقى البوينت بتاعتي يعني. اوكي 5 مع 103 103 دي يعني كام من هنا؟ هي تقريبا يعني هنا. اوكي هيبقى كده. طيب ممكن بقى ناخد الرسمة دي سكرين شوت وابعتها لكم على الجروب برضو عشان احنا اول ما نتحرك الرسمة هتتغير. طيب ايه المطلوب بقى؟ عملنا اول بوينت الدوت، انت كده اخدت كام مارك؟ اخدت 2 ماركس، بقولك ما ترسمش اللاين. اوكي طيب ماشي. The student appears to have made an error in recording one of the result. Which result is this؟ واضح ان الطالب ده في error اخده، في خطأ، في قراية غلط. فين بقى القراية الغلط دي بقى؟ في أي واحدة من دول؟ طبعا عشان نشوف القراية الغلط لازم نفتح الواتساب تاني ونجيب الورقة اللي احنا عملناها اهي، مش دي الرسمة اللي هي دي. تفتكروا ايه القراية، ايه هي القراية الغلط؟ التالتة بالظبط كده. انا شايفة دي ليه؟ لأن التانيين ممكن يبدأوا من الزيرو شايفين يعني شكله ستريت لاين. ايوه فالقراية دي اللي ممكن تكون ايه؟ اه بالظبط دي اللي ممكن تكون غلط. طيب طيب ignoring the incorrect result، ignoring اهمل ال incorrect result كأنك مش شايفها و draw the best straight line through the remaining points. ارسم بقى اللاينز اللي احنا رسمناها من دقيقة. خلاص؟ البوينت اللي هي كانت فيها ايرور دي سيبها خالص. طيب. State and explain whether this spring obeys Hooke's law or not. هل spring ده obeys Hooke's law ولا لأ؟ أيوه. أيوه طبعًا it obeys Hooke's law لأن الدوتس الباقية اترسمت على straight line. صحيح ممكن تلاقي نقطة هنا، نقطة هنا شوية بعيدة لكن قريبة من اللاين، فاهمين؟ فبقول ايه؟ Yes, it obeys Hooke's law. اوكي؟ ليه بقى؟ Explain ليه؟ Because it بقى ايه؟ ال extension directly proportional to the load. ماشي كده؟ Because ال extension بتاعي عشان تقولوا ان ده خط ده straight line يعني. Extension is directly proportional to the applied load. أو تقول له the relation is a straight line passing through zero. Is a straight line passing through زيرو. تمام كده؟ تمام. question اللي بعد كده question describe how the graph might be shaped if the student continued
to add several more weights on the spring. لو الولد دوت قاعد يزود الويت هيحصل ايه؟ اكيد هيتخطى البروبورشناليتي ليميت. مش قلنا في بوينت كده بيتخطاها؟ ايوه. طيب بعد ما بيتخطى البوينت ده اللاين بيبقى عامل ازاي؟ هو كان عامل لك ريليشن ما بين ايه وايه؟ ما بين اكستنشن وايه؟ ولود. فالريليشن دي خلي بالك بتبقى في الاول ستريت لاين. بعد الستريت لاين خلي بالك عندك حاجتين، يا اما يبقى كده يا اما يبقى كده. يعني ايه؟ يعني ارسم لك الرسمه تانية علشان تشوف الفرق كده، او نرسم ستريت لاين كده ويطلع لفوق كده ويحط هنا الاكستنشن وهنا اللود. انهي واحده فيهم ايه اللي هتحصل؟ الرسمه ايه ولا بي؟ بي ولا بي؟ مين اللي قال بي؟ سيد؟ أوه. طيب بصوا كده، هرجعكم للفايل مرة تانية اللي كنا بنشرح فيه خالص. بصوا في الأول خالص، اوكي لما السبرينج كان هنا، لما هنا كان الاكستنشن وهنا اللود، كان اللاين بيعمل ازاي؟ بيطلع لفوق. لو عمل اوبوزيت، عمل العكس، يعني خلى هنا اللود وهنا الاكستنشن، هترسم لي ستريت لاين بس هيبقى كده. ده معناه ايه؟ معناه ان اللود بتاعك بيبقى كونستنت، شايف؟ والاكستنشن بيزيد. نفس المعنى هنا، اللود بتاعك بيبقى ايه؟ كونستنت، والاكستنشن بيحصل له ايه؟ انكريس. فلما نيجي في السؤال بتاعنا هنا، لما نيجي في الكوشن دوت في بارت اي اللي هو بيقول لك شكل الجراف، لو الستودنت قاعد يحط ويتس كتيره هيبقى شكله ازاي؟ هو الجراف مديهولك ايه وايه؟ مديلك هنا اكستنشن وهنا ايه؟ لود. اكستنشن ولود، فاللود بيبقى كونستنت. فانت بترسم الجزء الاولاني ستريت لاين، بعد كده اللود يبقى كونستنت. يعني ايه اللود يبقى كونستنت؟ يعني يبقى كده بتنزل على الكونستنت فاليو، وده كان اللود بتاعك ما بيزيدش، واقف هنا. تمام كده؟ تمام. ده شكل الجراف. المفروض نرسم الجراف صح؟ هو مش طالب رسم، بس انت describe how the graph might be shaped، ده يبقى شكله عامل ازاي؟ ف ممكن تقول له after certain limit after exceeding the proportionality limit there will be the load the extension will be more، هيبقى فيه more extension less load. يعني نحط load صغير تاني زيادة هيعمل لك extension عالي جدا. طب لو رسمناها هتطلع غلط ولا لا؟ لا لا عادي عادي، ممكن طبعا تبقى صح. طبعا صح طبعا، بس هو طالما مش قايل ارسمي فممكن ما يديكيش مارك على الرسم. طيب اخر بوينت، the student estimate that if he hangs a 45 newton load on the spring the extension will be 120 millimeter. Explain why this estimate may be unrealistic. لو حط 45 نيوتن. طيب هنقدر نفتح الرسمه اللي احنا رسمناها اهي، اوكي، وده الستريت لاين بتاعي اهو من هنا لهنا. بيقول لي لو حطيت لود 45، انا طبعا مش شايفه اللود، بس غالبا ايه اللود 45؟ مش فاكر الاصلي كان كام، هشوف بس الارقام. حط الويت 45. طب انت متخيل هو بيقول ايه؟ ده انت اللود اللي حطيته لك ده اعلى لود حطيته لك 5، فبيقول لك لو حط لود 45 يعني قد اكبر، هنزود على ده 40،
نيوتن أو 40، رقم كبير يعني، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى ساعتها الجراف بتاعك تخطى exceeds the proportionality limit، تخطى ما بقوش directly proportional، يعني هو اللاين دايما بيبقى directly proportional لغاية نقطة معينة، بعد النقطة معينة الكيرف بتاعك بيبقى عامل كده، فخلاص they are not directly proportional to each other. فال 45 ده رقم كبير جدا بالنسبة لل 5، فيحصل له إيه؟ هيتخطى proportionality limit، وبالتالي اللود والاكستنشن مش هيبقوا directly proportional to each other، وكمان هيبقى الجزء ده التاني دوت it doesn't obey Hooke's law. لو هو حط لود 45 الجراف will not obey Hooke's law. تمام يا شطار؟ تمام. اعتقد كده احنا غطينا جزء كبير من هوكس لو، يعني معظم الافكار اللي احنا اللي تيجي فيه احنا خلصناها في السيشن. خلاص هبعت لك فايل بعد السيشن في نوتس بتاعتك، والاسئله بيبر 2 وبيبر 4. اوكي كده يا اولاد، ناقص لنا ايه؟ معلش خليكم معايا عشان اصحى اعلم على الحاجات اللي احنا خدناها. كورونا جروب هوكس لو خلاص، ولسه هنحل على المومنت. احنا ممكن نحل على المومنت معلش بعد ما اخلص اليونت كامله، يعني لسه عندي بريشر وعندي انرجي باور اند افشنسي. ماشي. السيشن الجايه هعمل كويشن سريع كده، كويشن فعلا سريع، هم سؤالين بس كده في هوكس لو بس. اوكي خلاص. الحصه الجايه اللي احنا قلناها امتى؟ بص يا شباب، عشان رونا امبارح الناس قالت احنا ميعادنا جاي ان شاء الله يوم الاثنين. معلش يا سعد، يوم الاثنين ده اكسبشن، الساعه 2:30 بتوقيت القاهره. ماشي انطونيوس، هل في مشكله؟ ريما عادي تمام، عشان هي رونا غيرت الميعاد بس عشان عندها درس تاني، فاحنا بدل 3:30 هتبقى 2:30. اوكي اوكي ماشي يا حبايبي، اشوفكم على خير يوم الاثنين باذن الله. يلا سلام عليكم. باي دكتور. باي باي يا حبيبتي، مع السلامه.